تعلن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عن الشروط الجديدة لإقامة محطات وقود بمنطقة ميناء السخنة خلال مؤتمر دولي يعقد في لندن فبراير المقبل. وأكد رئيس الهيئة الدكتور أحمد درويش أنه سيتم الإعلان عن شروط الإنشاء والمواصفات المطلوبة لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع، لافتا إلى أن الهيئة وقعت العام الماضي عقودا لإقامة مشروعات كبرى على مساحة 25 مليون متر مربع، وذلك باستثمارات 13 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.